فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كثير ما يذكر طلبة العلم رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة صلاة المسافر ومدة الإقامة ومسافة القصر، يقول: ما التوجيه في ذلك وما رأيه بالتفصيل حفظكم الله؟ ما هو بس شيخ الإسلام ابن تيمية، كل أهل الخير يرمون. الرسول صلى الله عليه وسلم رمي بأنه كذاب، بأنه ساحر، بأنه ما سلم أحد من الرمي. اللي ما تجي على هواه يبي يرميك، كل واحد ما تجي على هواه يبي يرميك، ولكن الحساب عند الله سبحانه وتعالى، ينصف المظلوم من الظالم يوم القيامة. نعم.